بقول لحضرتك يا فندم، هي دقن حضرتك دي كبرت كده في قد ايه؟ في قد ايه؟ اه حوالي سنة. خير ليه؟ سنة؟ ده لسه بدري قوي يا سيدي، بكرة تكبر وتلعلع. طب سؤال تاني يا فندم، سؤال تاني. اتفضل. مفيش أي عوامل محفزة تخلي الشعر يكبر ويرعرع بسرعة؟ أصل أنا بصراحة مستعجل عليها قوي إنها تكبر. محفزة يا أخي مجاهد؟ وإيه وجه الاستعجال ده؟ أنا مش فاهم. عايز ابقى شبهكم يا فندم، حبيتكم، عايز ابقى واحد منكم. بلاش واحد مننا دي. حاضر. ما تجيبش لك خالص. مش هقولها تاني. حاضر حاضر حاضر. انت في قلبنا يا اخي مجاهد. ربنا يكرمك يا فندم. اي اسئله تانيه ان شاء الله؟ لا انا بص هقعد قدام حضرتك على طول هناك، ولو عوزت اي حاجه هاجي لحضرتك على طول. اتفضل. شكرا يا فندم، شكرا فندم.